اليوم نحن بصدد تنظيم يوم دراسي، وهذه خطوة إيجابية نعتبرها في لجنة العرائض، لأن من خلال هذه الأيام الدراسية ستكون ترافعات للذين يتحدثون عن عدالة مجالية، لا سيما المناطق الجبلية، وهي مناطق منتشرة في المغرب وسكانها يصل إلى 12,000 نسمة، وبالتالي نتحدث عن ثلث المغرب تقريبا من حيث الكثافة السكانية. ثم كذلك ندشن لعهد جديد أن لجنة العرائض تستمع لكل نبض الشارع المغربي وتتجاوب مع المجتمع المدني في إطار تشجيع أو التشجيع على الديمقراطية التشاركية التي أصبحت آلية جديدة وفعالة في المجتمعات. إذن ونحن كخطوة أولى ولازلنا في بداية الطريق، لابد وأن نعمل على تحسيس المجتمع المدني على مشاركته في سن القوانين وفي الترافع وفي النقاش العمومي، وكذلك نساهم في نقل النقاش العمومي من أماكن التي ليست هي أماكنه إلى المكان الطبيعي الذي هو قبة البرلمان. ثم كذلك لا يبقى البرلمان بعيدا عن اهتمامات الشعب، بل يصبح جزءا، والبرلمان كذلك يصبح يتفاعل مع متطلبات المجتمع المدني الذي هو له تمثيلية طبعا معاصرة في إطار ديمقراطية تشاركية في إطار الاستماع إلى الجميع. نحن نريد بالبرلمان أن ينفتح، ونحن فتحنا بأبواب النقاش ونستقبل كل من أراد أن يناقش في إطار احترام المصادر. نعتبر بأنه هذا اللقاء هو اللي كتحتضنه المؤسسة التشريعية اليوم حول مداخل التنمية في المجالات الجبلية، هو مبادرة جد مهمة إيجابية، وخاصة وأنها تجمع بطبيعة الحال علاوة على المنتخبين على النواب البرلمانيين من مختلف الفرق البرلمانية، تجمع أطر وفعاليات أكاديمية علمية حقوقية، أيضا تشتغل في المجال الحقوقي، وتشتغل منذ مدة طويلة على قضية الجبل وعلى التوازن الجهوي والتوازن الترابي. الجبل كما تعرفون هو خزان كبير جدا للموارد الطبيعية، أولا مختلف الأصناف غابوية مائية معدنية إلى آخره، ولكن هو أيضا خزان بالنسبة لبلادنا ومستودع لقيم ثقافية أساسية. في الجبل نجد طبيعة الحال قيم التضامن، قيم البذل، قيم الجهد، قيم العمل، وبالطبع مجموعة هذه المعطيات تدفع إلى ضرورة العمل وضرورة التحسيس بأهمية وجود قانون للجبل اللي ما كاينش لحد الآن، رغم وجود بعض يمكن نقولوا شذرات تشريعية هنا وهناك، ولكن قانون يؤطر الجبل ويشكل دليل عمل بالنسبة للسياسات العمومية. هذا شيء اللي غادي يكون مهم جدا، وغادي يكون مكسب بالنسبة للترسانة التشريعية وللترسانة القانونية لبلادنا. طبعا تحدثت معي عن الجانب الحقوقي أو الرادار الحقوقي، كل ما يرتبط بالجبل وبقضايا الساكنة وبقضايا التوازن البيئي، بقضايا التوازن الاجتماعي، بقضايا إسناد الخدمات، هذا من صميم القضايا الحقوقية، خاصة وأنه كما تعرفون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي محور أساسي من العمل ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فعلية الحقوق هي مسألة، هي أيضا قضية من الاهتمامات ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. احنا الإخوان استدعوناك لأنه اشتغلنا في واحد العدد ديال المجالات المرتبطة بالجبل في إطار اللجنة الجوية لحقوق الإنسان، فنتمنى أنه النقاش يقدم الفهم ويقدم أيضا تحسيس بأهمية هذا الموضوع الأساسية.